بتاريخ 17 من آب أغسطس تكون قد مرت سنة على توقيع اتفاق السلام في أديس أبابا بأثيوبيا حول إحلال السلام في جنوب السودان. رغم ذلك لا يزال العنف باسطا أوزاره بين مناصري الرئيس سلفا كير والمتمردين الداعمين للرئيس السابق رياك ماشار. تجدد الاشتباكات بين الطرفين أدت إلى تزايد احتمالات انزلاق البلاد في حرب أهلية، لا سيما والعديد من التقارير أكدت اندلاع قتال عنيف بين فصائل متناحرة في جنوب السودان بالقرب من بلدة يايا الاستراتيجية جنوب غرب العاصمة جوبا. قتال سيؤثر لا محالة على اتفاق السلام الذي وقع في عام 2015 والذي كان يرمي إلى إحلال السلام ما يوقف سقوط المزيد من القتلى، كما سيوقف المزيد من اللاجئين الذين اضطرهم الصراع إلى الهروب إلى البلدان المجاورة. ووفقا لآخر الأرقام فإن العنف أدى إلى نزوح 2.5 مليون شخص. جامبلا مدينة أثيوبية استقبلت حوالي 270 ألف لاجئ، بينما لجأ إلى أوغندا حوالي 52 ألف شخص، واستقبلت كينيا حوالي 1000 لاجئ، بينما هرب حوالي 7000 إلى السودان. العدد الإجمالي للاجئين إلى الدول المجاورة وصل إلى 60 ألف مواطن هربوا منذ اندلاع أعمال العنف في يوليو الماضي. وحصل جنوب السودان على استقلاله في عام 2011 بناء على إرادة شعب الجنوب، إلا أن استمرار العنف بعد الاستقلال داخل جنوب السودان جعل الأمم المتحدة تجيز نشر قوة قوامها حوالي 4000 جندي لدعم مهمة لحفظ السلام تابعة لها تضم 12 ألف جندي. الأمم المتحدة هددت أيضا بفرض حظر على وصول الأسلحة إلى البلاد.